كوناكتو تونس الحدث. لأنه من الحقيقة ما وقع في سيريانا معناها مصيبة ومأساة وجريمة لا تغتفر. تفضل سفيان. هو نعود ونرجع لحكاية سيريانا من زاوية حقوقية. هو أنه رأوا كي شفنا التقرير الغير حكومي وشفنا التصاور وشفنا كذا شنو نلقاو؟ نلقاو أنه ضربوهم بالرش في ظهوراتهم. أيوة. فما شكون يضربوهم يعني انهم هما هاربين ويضربوا فيهم. وباش من باش تبدا الامور واضحه راهو فماش بوليسيه تضرب بالرش تختار انه باش تضرب بالرش اذا ما عندهاش تعليمات انها يلزم تضرب بالرش. واللي اعطى التعليم ناس امام بيوتهم ضربت ناس معناها خاطين عمرهم ما عملوا حتى شيء في الشهادات اللي في اللجنه المستقله. واللي اعطاه التعليمات هذيا وزير الداخليه اسمه علي العريف. يعني انه السيد هذا بكل صراحه في كل المواقع في كل المحطات كان فاشلا في اداره الامور وكانت عنده كما نشوفوا وكانت عنده هذا الاحساس اللي عندنا الانطباع اللي عندنا أنه علاقته العاطفية بالتونسيين مهزوزة. معناها سواء في 9 أفريل أو في سيريانا تقولش عليه يكرهنا يكره التوانسة. شنو يخليك تقول هذا سفيان؟ لأنه الاستعمال المفرط للعنف من طرف واحد من ضحايا العنف تقولش عليها يعطي الانطباع أنه فيه تشفي. هذا انه جاي ينتقم هو في السلطه اللي باش ينتقم هذا الحسوبيه نحن هذا الانطباع اللي خليه وهذا علاش اللي نشوفه انه ما بينه وما بين التوانسه فما بلوكاج. للاسف راهو الامر يتجاوز سيريانا لانه سعلي العريض اليوم رئيس حكومه ان شاء الله ما يطولش برشا لانه ماذا بينا الحوار الوطني ينطلق جديا ويتجاوز المرحله هذه. لكن سي ان اليمون دو بلوكاج هو سبب حطت من حياته السياسيه القصيره في الشرعيه هذه. ريف اما نقطه كان تفضل استاذ بن مسلم بالنسبه للامن اللي جاء سيريانا يعني المفروض تظاهرات كيما هكا يقع يعني مجابتها من طرف اعوان الامن نتاع البلاد. جابوا اعوان امن من جهات اخرى ما خلوش ولاد سيريانا يتحركوا نفس الشيء جابوا المعلومه ترجع كل مره معناتها بربي الناس اللي ما تفهمش معناتها استاذ بن موسى شنو معناتها انه جابوا امن من جهات اخرى شنو يعطي هذا الانتقام للانتقام من العباد لانك تجيب لهم ناس اولا مش اولاد بلاد ولاد بلاد حبوا يدخلوا وحبوا يحلوا المشاكل ويعرفوا الناس ويعرفوا الاشخاص لا تجيب ناس ثانيا اولا ناس مش متدربين ناس صغار وناس معلم اي كلهم جدد اي ها جدد يغلبهم جدد جدد ويضربوا 9 افريل عشت انا زاد وقتها ورغم المسيره نتاعنا كان مرخص بها واحنا ما كناش حتى في شارع بورقيبه صدقني عون الامن صغار ويضرب مباشره في الوجه تونس الحدث